بصي، قبل ما نبتدي بس نتكلم، احنا لازم ندي شويه ناس حقها كده في الاول. يعني استاذ عمرو ياسين في الاول اللي هو يبقى صاحب الفكره اللي هو عاملها او طلع فكره زي دي، فلازم نتكلم بس الاول على مجهودهم ومجهود استاذ عمرو ياسين ومجهود كل الاساتذه اللي معايا، استاذ مهران واستاذ ميدو واستاذ حازم واستاذ ليلى واستاذ مي، ونفس النظام الانتاج، عشان دي حاجه مهمه جدا اللي احنا بنتكلم فيها. فاحنا ما عرضناش الاول، او احنا ايه، ما اتكلمناش فكره ازاي احنا عملنا كده. يعني احنا عملنا ليه الحدوته دي، او عمرو ياسين ليه الحدوته دي جت في دماغه كده، او تعب فيها قد ايه وحصل لنا قد ايه عشان نعمل الحاجات دي. فده انا بشكر استاذ عمرو ياسين طبعا واستاذ احمد عبد العاطي. انا كلامي على عمرو ياسين مش هيزود الراجل او هقلله، ده بالعكس. يعني هو دي ثقه كبيره جدا اللي احنا نعمل حاجه بالشكل اللي هو كان كاتبه ده. يعني كان استاذ عمرو ياسين برضو من الاختيارات، مأكد معايا على مهران، وبعد كده ميدو لما جبنا ميدو. اختياراتي ليهم كانت، ما كنتش حابب يبقى في شبه بين شخصيه ميدو ويعني اتنين شبه بعض. يعني اجيبش ميدو مثلا اجيب حد شبهه، او اجيب مهران مثلا حد شبهه. ردود افعال اللي جات لي قبل مشهد النهايه غير مشهد النهايه، ان الناس كتير ما كانتش فاهمه ايه التحول اللي حصل او ايه سببه، فكان في جدل، كان في تساؤل، واعتقد دي حاله كويسه يعني انها تحصل في المسلسل. طيب بس قبل اي حاجه اسمح لي بس اقول نقطه في اللي بيقولها استاذ خبيري لفكره المسلسل بشكل عام. احنا دلوقتي بقينا نشوف اكم من مسلسلات اللي هي العشر حلقات والخمس حلقات. انا واحد من الناس اشتغلت حدوته منهم في الا انا، ولكن يرجع بصراحه شويه سبق لنصيبه واسمتك، انه منتجه او صاحب المشروع بشكل عام ايا كان هو مين مش عارف، ولكن هينسب للمنتج بالشركه، هم اصحاب الفكره دي من فتره طويله جدا. اوكي طيب تعالى نتفق ان هم مش نفس الشخصيه، عشان بس احنا بنتكلم على المسلسل اللي احنا خلاص شفنا اخر حلقه واتحرقت لنا. هو حلم تمام، ولكن من ظهوره في الحلقه الثانيه شخص مش عارف هو فين. اقرب جمله ليه هو تايه، يعني ما كانش ان احنا عايزين نجيب مثلا اداء فنعمل منه كوبي بيست، لان هي الفكره ما كانتش كوبي بيست، هي الفكره نفسها مبنيه على انه في حاجه اقرب للميتافيزيقا احنا مش فاهمين فيه ايه. تامر سمير اللي هو زميلنا اللي ما كانش موجود معانا النهارده وكانت من الحاجات المميزه جدا في المسلسل، اما انا وهو رحنا عند حد وقعدنا نساله، لو كانت جات لي اجابه ان دي حاجه ميتافيزيقا كان خلاص الناس هتبدا تتعامل مع الموضوع انه حاجه فانتازيا، لكن احنا في الاخر نهينا ان هي مش فانتازيا، هو حلم. حصلت كتير على مستوى الدراما. احنا يعني المعالجه ما عندناش فيها سبق، احنا عندنا سبق في التناول بتاع الحدوته. من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في شغلي كممثل هو فكره انك تقابلي ناس جديده وتشوفي افكار جديده وتشوفي الشغف اللي عند الناس، وده الحمد لله كان من حظي يعني في الحدوته دي، ان انا اتعرفت. انا بحب ميدو جدا عشان كده بغلس عليه، انا طبعي كشخص اللي بحبه بغلس عليه، ده نوع من الحب يعني. فميدو انا بحبه جدا، فكانت فرصه ان انا اشتغل معاه. استاذ خبيري يعني مهران اشتغلنا مع بعض قبل كده وبنحب بعض جدا، يعني بنرتاح في الشغل مع بعض، فدي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه. بالنسبة للحدوتة أنا عايز أضيف لكم حاجة بس، إن الناس في الحلقة الثانية تسألت التساؤل إزاي، ولكن لما هو ابتدى يقنع إبرة لما ابتدى يقنع تامر اللي هو شخصية إبرة في المسلسل، الناس صدقت وبقت متعايشة. التساؤل ما جاش غير في الآخر تاني يعني، وده بيؤكد إن أنت معالجتك كانت معالجة سليمة. لو المعالجة مش سليمة كنت هتقفي عند النقطة دي وما تكمليش، المشاهد كان هقف عند النقطة دي، لا أنا عايز أفهم بقى هو إزاي اتغير. لكن لأن المعالجة سليمة ودي جاية من أستاذ عمرو، الناس أوكي ماشي موافقين إن هو بقى شخص تاني، إيه بقى اللي هيحصل؟ وتعايشت مع الأحداث في انتظار إنه أكيد أكيد إحنا هنرد على التساؤل ده قبل ما الحدوتة تخلص. فدي بس تؤكد على أستاذ عمرو كاتب كمان مش بس فكرة برة الصندوق، لا كاتبها ومهتم بالتفاصيل، وأستاذ خبيري في الإخراج قادر ياخدها في سكة مع أداء الممثلين إن أنت تتعايش مع الحدوتة لحد الآخر ما توقفيش عن النقطة دي. بالنسبة لمروان
هو الحقيقة تاني أنا هأكد المعلومة اللي قالها ميدو إنه إحنا فعلا كل حاجة مكتوبة لنا في الورق. يعني أستاذ عمرو كاتب الشخصيات ملامحها وإحنا بنقرأ باين باين جدا من أول حلقة، باين لي إن مروان هو إنسان طبيعي. الحاجات اللي أنا خدتها من أستاذ عمرو كانت شوية بسيطة، يعني كان ممكن أتوه شوية في الموضوع، بس الناس اللي حواليا كلهم كانوا بيساعدوني. حازم نفسه كان بيساعدني، خبيري كان بيساعدني، أستاذ عمرو كان طول الوقت بيراقبنا. لما كنا لو في جملة وقعت واحنا بنصور المشهد ممكن نعيد المشهد تاني علشان الجملة لازم تتقال، لأنه هي مهمة في المشهد ده، هتوصل معلومة معينة. فكل التفاصيل كانت مظبوطة، يعني أنا كنت حاسة أن أنا سايبة نفسي ومطمنة ومش قلقانة. فكرة بقى أن الواحد يعمل مشهد عظيم أو يحس أنه هو جايب آخره، ده ما كناش نفكر فيه. إحنا عايزين نعمل الشغل زي يعني أحسن حاجة وفي الوقت المتاح، والحمد لله كله يعني ربنا. اللي بيحصل عادة أن أنت أعمال قليلة جدا أو بتبقى حاجة، يعني أنا الحمد لله شفتها كذا مرة، أنه يبقى كل مجمع على أنه حابب ومصدق، فبتلاقي تعاون ما بين الكل لأنه في فهم واحد عند الكل من إخراج إنتاج تأليف تمثيل ديكور، كله عنده نفس الفكر، كله فاهم الحدوتة، كله بيساعد بعض. يعني كنا بندخل كل مشهد أول كلمة كان أستاذ خبير يقول لنا أنتوا فاهمين المشهد، لأنه هو ده الأساس. فلما كلنا فاهمين وكلنا حابين فتلاقي ميدو يقول لي على فكره انت خدتش بالك مثلا من دي مقصود بيها كذا، او انت واخد بالك ان دي مقصود بيها كذا، طب كويس انت واخد بالك. ده اللي بيفرق في الاخر في العمل، ان انت يطلع بالشكل اللي طالع ده. يعني هو اكيد صعب، بس بالنسبه لي الاصعب اول مشهد كنت بصور، بس ما كنتش ماسك الكاركتر بصراحه، يعني بكل وضوح ما كنتش فاهم انا هعمل الكاركتر ازاي، منين هيتكلم ازاي، هيتحرك ازاي. كان عندي تخوف برضو من فكرة ان انا ما خدتش وقت كبير قبل التصوير عشان اقرأ عشان اذاكر عشان احضر، كان عندي كل المخاوف دي. ويومها عمري ما انسى خبيري واستاذ عمرو محمود ياسين كانوا موجودين معايا في اول مشهد. خبيري جه قال لي لا يا مهران احنا مش في السكة دي، سرعة الكلام ما تبقاش كده، ممكن نهديها شوية. اطمنت اكتر في فكرة ان في عين عليا هي بتوجهني في الطريق الصح. ده كان بالنسبة لي اصعب مشهد، اللي هو البداية، رغم ان المشهد ما فيهوش انفعالات كبيرة ولا في مشاعر كبيرة قوي يعني زي مشاهد تانية. تجربة السيناريو والحوار دي تجربة كنت مريت بيها وفاصل تماما عن كوني ممثل ان انا بكتب خالص، بالعكس. يعني لما اتكلمنا مكالمة انا والاستاذ عمرو قال لي على تفاصيل الشخصية وتفاصيل حدوتة كنت مبسوط جدا واتناقشت معاه كممثل. في فرق ما بين ممكن تناقش كممثل وتناقش كسيناريست، يعني بيبقى في هنا كومنتس، شكل كومنتس او شكل مناقشة، وهنا بيبقى في شكل مناقشة تاني. فلا لا ما بخلطش بين الامر ده والامر ده خالص، لا ده مش صح اصلا. يعني سواء بقى للممثل او اي حد انك تقول تضيف او تعدل، مش ده اللي احنا اتعلمناه في المعهد انا وميدو اصلا. يعني الكمال لله وحده، من ضمن الجمله اللي قالها استاذ خبيري بشكل عام كده، انا ممكن هحاول افسرها لك سنه. مش اي حد يعدل على عمرو محمود ياسين ليه؟ استاذ عمرو عنده ميزه، هو مخلص كل حاجه، هو في شغلانته هو مجتهد جدا جدا. عمرو محمود ياسين من الناس اللي هي بتنام وهي قاعده بتكتب، باين قوي ان هو بيحب الكتابه، فاهم قصدي؟ فعنده شبه كمال دايما في شغلانته دايما. انا دي تالت مره اشتغل معاه حدوته دي، وحدوته قبل كده، واشتغلت معاه في ليل الحلميه. ليل الحلميه هذا المسلسل اللي ما خدش النجاح اللي يستحقه، مع ان كان في ظروف صعبه جدا. عمرو محمود ياسين وايمن بهجت قمر محافظ الالقاب الاثنين عملوا مجهود كبير، ناس هو حابب شغله، فتلاقيه دايما كامل. فدايما في الكامل انت بتحصل ايه؟ تقول وجهه نظرك للمخرج، انت وزميل بنتكلم. لكن في مسلسلات تانية ما فيهاش كمال، عشان برضو ما نبقاش احنا ايه بنبيع للناس المايه بزايز. لا، في مسلسلات بتخش معهمش ورق وبيرتجلوا، وفي حد تاني عارف وعايز يعمل ايه. هي الحدوته محتاجه ان المشاهد يبقى بيتفرج، ما ينفعش ياخد بق شاي وما يركزش في الجمله، لان كل كلمه، وفعلا وده حصل كذا مره في اللوكيشن، استاذ عمرو كان يجي يقول لنا يا جماعه ارجوكم اهتموا، انا كل كلمه مقصوده. ودي من مميزات الحدوتة الخمس حلقات، انتي واخدة دراما مكثفة، مفيش اي نوع من الاطالة،
مفيش اي نوع من الحشو، مفيش اي نوع، انت احداث متتاليه متسارعه لمده 5 حلقات حتى تنتهي الحدود، فكل كلمه مقصوده. تركيبه الجمله احيانا احنا انا كممثل في جمله ممكن تعلق في بقي، بيبقى الحل السهل دايما انك تعيدي ترتيب الجمله، تعيدي نفس المفردات بس تعيدي ترتيبها، يعني بدل ما بتقولي صباح الخير في الاخر تقوليها في الاول، تشقلبي الجمله عشان تفضلي محافظه على المعنى بس تبقى سهل على بق. في حدوته تعمل نفسك ميت، ما كانش ينفع تتشقلب جمله، ما كانش ينفع ابدل كلمه بكلمه تحمل نفس المعنى. ليه؟ لان استاذ عمرو كاتب الكلمه دي في المشهد ده ليها مرد معين من ممثل تاني في المشهد اللي بعده، فكله مبني على بعضه. زي خبطة الإزاز، خبطة الإزاز هي خبطة الحادثة، فلازم تبقى نفس الشكل ده مسلم ده، لأن ده ليه المعنى بتاع ده. أنا كنت شايف إن ده من أحلى أدوار اللي عملتها مي سليم. تامر سمير زميلنا اللي كان معانا اللي كان زي القمر، كان بنبونية في وسطنا، حتى الزملاء اللي عملوا أدوار صغيرة، المصورين اللي كانوا من كتر الضغط الناس بتقع وبتقف تاني. وانتوا عايزين تقولوا ايه من الحكاية؟ وايه اللي يعني دايما سؤال، ان كنت بحس ان الناس ما فهمتش، مع ان الكلام واضح، يعني واضح ان هو كان حلم مشترك ما بين الشخصيتين، حلم حلموه هما الاثنين. اللي ما كنتش بفهمه هو انت ازاي ما فهمتش؟ ما هو الكلام واضح ومباشر. ده كنت اغرب حاجات بتجيلي يعني من الناس اللي قابلهم فيس تو فيس، ودي ردود الفعل اللي انا بحسها اكتر او بعرف اتناقش فيها اكتر من فكرة ردود الفعل اللي على السوشيال ميديا. يعني بحس الناس في الشارع او الناس جيراني او اللي في منطقتي لما بيكلموني عن مسلسل او عن دور، ده رد الفعل اللي بحب اركز فيه، او رد السوشيال ميديا مهم بس يمكن اللي على ارض الواقع اهم. يعني مين اكتر حد بيتاخر في التصوير؟ ولا حد. ده مش اوبشن في الحكايه بتاعتنا، ده مش اوبشن في الشغلانه. ولا حد، مفيش حد. مين اكتر حد بيطلب اكل في التصوير؟ بيطلب اكل؟ لا ما نعرفش كل واحد بياكل ايه، بس ما كناش مركزين، ما كانش في وقت. احنا زي شغلتنا ما كانش عندنا وقت، احنا كنا رايحين نشتغل ثم نشتغل ثم نشتغل ثم ننام حبه صغيرين ونشتغل. ده حقيقي. فاهم قصدي؟ فيمكن دوت ممكن يحصل في اعمال تانية، ممكن يبقى عندنا نعرف نجاوب في الاجابات دي، لكن احنا شغلتنا برجع اقول لك مميزاتها وعيوبها. الضغطه الكبيره كانت عامل مساعد لينا، خلتنا عايشين في شغلنا وكاننا بنعمل مسرح. فاهم قصدي؟ فعشان كده دول ليهم علاقه بالاجابتين. عملت ادرينالين زياده بس كان بينام في التصوير. لا دي ما حدش بينام خالص، ما حدش حد بينام خالص. بس انا في يعني في يومين ورا بعض ما روحتش البيت، نمت في اللوكيشن. وانا في الاوتيل، يعني في الاوتيل. انا حابب بس انا عايز اشكر بس كم حد كده عشان اكون انا خلصت ضميري. يعني الناس اللي كانوا معايا كلهم انا يعني عايز اشكر الانتاج، وعايز اشكر مدير التصوير والاضاءه، وعايز اشكر مهندس صوت ومهندس ديكور وكل الاساتذه، وطبعا استاذ احمد عبد العاطي المنتج، استاذ عمرو ياسين عشان عمرو ياسين هو مهم بالنسبه لي جدا. يعني انا بالنسبه لي عمرو ياسين ده مهم جدا، عشان انا اشتغلت معاه كتير. انا اشتغلت معاه زي ما بقول لك كنت مساعد فتره، وبعد كده اشتغلت معاه وانا بخرج، فاول اخراج ليا كان مع عمرو ياسين، فدي حاجه انا مبسوط بيها جدا. يعني انا عملت حكايه الاول اللي هي تاج راسنا بابا، وبعد دي كانت اول حاجه، وبعد كده تاني حاجه الحكايه اللي احنا بنتكلم فيها دي. فانا مبسوط جدا ببدايتي دي، يعني انا مبسوط بيها ومحظوظ بامانه. يعني بشكر كل الاساتذه اللي معايا، بشكر استاذه مي سليم، وبشكر استاذ ميدو واستاذ مهران واستاذ حازم واستاذه ليلى واستاذه ريهام نبيل والاستاذ تامر. وكل بعد في النهايه دي بقى كلها انا اهم 2 في حياتي ابويا وامي، وابويا لسه متوفي وامي برضو كانت دايما الاثنين معايا، فالاثنين دول انا كل النجاح اللي انا فيه هم سبب قاتل فيه، مش انا، هما الاثنين اهم حد في حياتي، وهما الاثنين يعني اي نجاح ليا دلوقتي او قدام او لحد ما ينتهي عمري هو لابويا وامي، مش ليا خالص بس. فانا بشكركم وبشكر طبعا مبتدا. شكرا لاستاذ خبيري واستاذ حازم لسببين. الاستاذ كان لسه عنده حاله وفاه، ان هما قدروا يجوا النهارده ويحترموا ميعادهم ويحترموا ندوتهم ويحترموا تقديركم لينا وتقديرهم هما للشغلانه، فشكرا لهم هما الاثنين، ونعزيهم ونقول لهم ربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان. شكرا على اليوم ده، وان انتوا قدرتوا المجهود اللي احنا عملناه. شكرا.